كلهم محمد في مصر واحمد، مش فاهمه عاملين ايه. سالت تتضايقي تتعكسي؟ لا ما بحبهاش يعني. انا عندي تبص ده طبيعي، الناس كلها بتبص يعني، لما تلاقي حاجه هبص. بس اتعاكس لا، تحرش وكده لا، ههينك ههينك. تعرضت للتحرش؟ بتعاكس طبعا، بتسمعي كلام، بس اول ما بلف وعليا بصه كده، عليا رفعت حواجب اعدامها، فهو خلاص بيفكر 1000 مره تعمل ايه؟ يعني لو انا فتلاقيه لما دي مجنونه هتتحول دي ولا ايه؟ جريندايزر دي ولا بس اسف لا كانت واحده تانيه. مازنجر، ما انت كنت انثى من دقيقتين. يا عبد صمد يا عبد سلام. اللي هو لا مش انا خالص، لا مش انا خالص هبل. لا يعني ما، لا انا ماشيه في الشارع لا ليا تقلي برضه عيب يعني. بس في بس في معاكسات حلوه لذيذه مهضومه. لا من الناس اللي اعرفها بس ايه اكتر معاكسه سمعتيها لهلا بتبتسم عليا بتضحكك؟ لا يعني حاجات كتير، هو في حاجات كتير قوي بتضحكك فاهمه اللي هو ما اعرف يعني. في لا في ما فيش جايه في بالي حاجه معينه، بس في حاجات كتير بتبقى دمها خفيف من الناس اللي اعرفها يعني فاهم اللي هو من الناس اللي اعرفها. لكن في الشارع حد يقول حاجه واضحك وبتاع، ما انا لو ضحكت يبقى انا بديله سكه. خلاص ما بقعد ضحكتي يبقى هبتك راحت يعني يا انشراح، ما تمثلي يبقى انت عايزه بس مكسوفه. ولا خليني وراكي لحد ما تيجي، ما هنخلص مش هنخلص. لا مش هنخلص.